أفضل سيارة تويوتا جي تي 86 لنقاء مظهرها، أو فوكوس آر إس لسلاسة سيرها، أو باناميرا توربو إس لكفاءتها المميزة. لكن لو سئلت أي سيارات هي الأفضل في الفئة الرياضية من حيث العملية والسعر، لخطرت ببالي سيارة واحدة هي سكودا أوكتافيا آر إس. حولت سكودا حلزونا بطيا إلى سيارة رياضية، فقد أصبحت فئة آر إس بكفاءة أعلى، وتحديدا نموذج آر إس 130. والتفاصيل الخارجية ليست الوحيدة التي توحي كونها ليموزين رياضية. أكثر ما يلفت النظر هو شعارها. تنطلق السيارة بضغطة زر، قوة محركها البالغة 230 حصاناً لا توحي بكونها قمة في القوة، لكن قوة المحرك أكثر من كافية، وخاصة عندما يضغط السائق على دواسة البنزين هكذا. سيشعر السائق كما لو أنه تلقى دفعة قوية من الخلف وهو في الشارع لينطلق بسرعة شديدة تزداد باضطراد. هذه ميزة ممتعة فيها وموفقة. سعرها البالغ 35,000 يورو تقريباً جذاب، لكن لا يحصل المرء لقاءه على سيارة ذات كفاءة عالية فحسب، بل وعلى موزع كهربائي هيدروليكي في المحور الأمامي يقوم بتوزيع الجهد بحسب الضرورة على العجلتين الأماميتين. وهذا الموديل قادر بفضل ناقل الحركة المزدوج على بلوغ سرعة 100 كيلومتر خلال أقل من 7 ثوان. أفضل التحكم بدرجات ناقل الحركة اليدوي بنفسي، لكن هناك أسباباً لوضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي المزدوج، فهو مثلاً أكثر راحة عندما يتعين على السائق التوقف والانطلاق تكراراً، وكذلك عندما يرغب في المضمار في تعلم التراصف، لأن ناقل الحركة سيتولى تنظيم الدرجات بنفسه ليتفرغ السائق للتركيز على توجيه السيارة. لكن أروع ما في ناقل الحركة الأوتوماتيكي هو الصوت الذي يصدره المحرك عندما يعمل بأقصى كفاءته. أوكتافيا آر إس لطيفة وجريئة. تم إدخال إصلاحات على نظام العادم في آر إس 130، لكن مهندسي الشركة اهتموا بألا يكون الصوت مرتفعا كي لا يزعج الركاب أثناء قطع السيارة للمسافات الطويلة. فأوكتافيا آر إس ليست سيارة للمتعة فحسب، بل هي سيارة للاستخدام اليومي أيضا. هناك جانب غير موفق فيها وهو المقاعد، فحوافها واسعة أكثر من اللازم لدرجة أنني لا أستطيع الجلوس باستقرار تام. هذه المسألة تؤثر سلبا على التحكم بالقيادة، لكنها خاصية ملائمة ومريحة خلال قطع المسافات الطويلة. والمقاعد الخلفية ما مدى أريحيتها؟ لدي مكان رحب وأنا مرتاح أثناء الجلوس، خاصة في المسافات الطويلة، لكني أفضل أن أكون السائق وليس الراكب. تمتاز هذه السيارة من الداخل بطابع رياضي يبرز من خلال العلامات الرياضية، كما تحتوي على تجهيزات كثيرة نجدها في سيارات أخرى مشابهة. وضع التحكم بالقيادة يتيح التحكم بالمقود وناقل الحركة المزدوج، لكن لا يمكن التحكم بنظام تخميد الصدمات. كما توفر السيارة مساحة تخزين تصل إلى 590 لتراً. للأسف ليس كل شيء في أوكتافيا آر إس مثاليا، فاستجابة المقود ليست بالمستوى المطلوب. مع ذلك لا يزعجني هذا، لأن أوكتافيا تحافظ على ثباتها حتى أثناء القيادة السريعة على المنحنيات، لذا لا تبدو استجابة المقود على قدر كبير من الأهمية. حاولت سكودا من خلال آر إس 130 تعزيز أوكتافيا آر إس بتقنية فولكس فاغن، وهذا ما نجحت به. لكن هل استحق ذلك كل هذا العناء؟ فقد لقيت آر إس العادية إقبالا جيدا حتى اليوم.
هل يستحق موديل RS 230 دفع 2000 يورو إضافية؟ قد يكون ذلك مجدياً إن كان المرء يفضل القيادة في مسارات السباق، وذلك لأن التحكم الإلكتروني يحقق مزيداً من الثبات على المنحنيات، لكن بالنسبة لغالبية السائقين أعتقد أن RS العادية كافية.